طبعا هذا المؤتمر يأتي في ظل انعقاد مؤتمر الرياض، وما يظهر من هذا المؤتمر من انشقاقات ومن اعتذارات طبعا تظهر لنا مدى الخلاف بالرؤية في هذا المؤتمر. أيضا من خلال الحضور نحن قلقون من أن هذه المؤتمرات لن تصب في مصلحة الشعب السوري والثورة السورية، وربما هي تحضير لإعادة إنتاج نظام الأسد. نحن موقفنا واضح بأن أي مؤتمر لا يفضي إلى حل سياسي حقيقي لن يكون له جدوى حقيقية، وبالتالي موقفنا واضح. وأيضا بالنسبة للمؤتمرات نحن نعتقد أنها أحيانا تصب في إعادة نتاج من هو قتل الشعب السوري، وخاصة عندما نرى ما يحضر من خلال روسيا من مؤتمرات أستانا وسوتشي وتفعيل أو تحضير لدستور. يعني هذا المستغرب جدا أن يكتب دستور في بأيدي من قتل الشعب السوري،